بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. كلمة إن وحي دوصع تا كلمة هبين دويد إنو كاللي هو إنو كغهد لين صلاة دا سيديو تكنيسا. هذا كلمة دا وحي خصيصا أنت وصلاة الصبح. أذيك يا صلاة الصبح. بالي را مقعيدة. وحرجينا يا قفك إدغي استكلمة دا صلاة الصبح أو دمبي. هم لين مايو إن أوصوك عوايو مساجس كإيمان إيمان وي. سان رجيني إن شاء الله. عرجين يقفك دقيسته صلاة صبح دنبه إناني كذا يعني دونين إن شاء الله تعالى. إن إنتان كلمة دا بلابين وركيدة تاريخ دا أيان ربائنا ديبو ملعصنه إلهي وحن ويدي سنة إنا إنو نقا أقبله كلمة دا أقبل كيكته إلهي إنو نقا أقبله ميزان كحسنات كان نوقع سليه ما لنت أن نقاقاونا وأننا كواحدنين وأننا قدنين قرحنا أن دول شوكت باهدا وين أنقبنا إلهي إنه نقص ما تبحيه نجنا أقبله ومضنا إلهي كو أنفعه نجنا أباليه نجنا إلهي نقو أنفعه وحن ربا أنت أنا أقل إن أدلة كلاقي أنت وحير تاريخ ذينا ملعسنا تاريخ ذا يسير ذو وحي كليهن قفك مسلم كأقل بجيسة درين آدو علوس وعظيم أي قفك مسلم كأقل بجيسة كليهن. الإمام ابن كثير كتاب تاريخ وآدو وين وقري إن كان مفسر يتقرن إيسان وتفاصير تفسير كأكو قيمها بدن ابن جرير وكسو قابيي وحجرت كتاب قرأي وليرادو البداية والنهاية كتاب كاس تاريخ دو آدو كشيكية يدعدو ينكا يسند دا يدعين يعجائب كيلادا وحجرت قصياب له وكتاب كوكين ايو وصلاة دا صبح خصيصة قصة دا سوى بدن تهي وقت ديرن لغا شيكية ربتا لكن ماشي قدام بيسان ربا ايان سوقات قصة دا ماشي قدام بيسان كسوقاتنا ايا وأين هردع وقديقينا كلمة دينا قصة وحكوك إن كتاب كيس مجلد كتبنات مجلد كتبنات صفحة كونتون يا سقال نحن وشيء إن مجلد كيس صفحة سقف كطالب العلم جاء أما قف كطالع أنا يا وقدر جو أنتم مكتبة دتو كتاب كأود على عضو مجلد كتبنات صفحة كونتون يا سقال أي وحولي هي ابن كثير رحمه الله تعالى مقالة تستر ليره ذو تستر وحي كم تهي ومن أكبر مدن الفارس مقالو ينكي فارس ومقالة عقوة ينيد بقر كفارس كنا سنشري وروح ضبطنا بيرها لهايد قلعة علوس وقاب ملتري عصري وخطر الوديسي وأن لقلي كرين وراشنكي يهوبكي يبييه وحوالي بيكو ديار سيهين أي أحد مقالة دا تستر دادكو إني أعضو مقلين دالب العلمي غا ويقرانا يعني يو بلاد فارس بيكو تالا وحالا إلا هذا ومن أعظم حصون الفارسية نمان كرير فارس لو بغرتو يوين باتشيرا يو منا فارس بالأورنجيري منا وحال أورنجي الرومان فير يوروبي يبيرشيه لك الأورنجيري نمان كفارسيين تا دفيسي دي مغالوين كي اي لهايين ودفيس كي اغوين اي لهايين محايا يلي وحي كدس نايدو حقا جغرافيقا ميل تاغا مغالو كدس انتا تستر ميل تاغا بي كدس نايد منطقة دا مرتفعة ان دير آدوين ودك حنوا وين كسميسان باقبي قيدا با دير كوها مركي وقتي عمر دقال كي عسلاتي
ninkii hurmuzaan la oran jiray oo faaris u ahaa madaxda magaalooyinkii kale dhanka laga soo qabsaday ayuu tustar u cararay. Magaalada tustar buu galay isaga iyo ciidan culus oo ciidankiisi xulka ahaa, kuwii fallaadha, kuwii warmaha, kuwii waxyaabaha manjaniiqa, maanta madfacan la tuuro, wax manjaniiq la oran jiro baa jiro, la tuuri jiro madfac oo kale ahaa, raggii aada ugu khasisnaa. muslimiinta magaaladii bay iswaar ka qabteen, muddaa la kor fadhiyey, waa la geli waayey magaaladii. Si kasta waa la yeelay, bal waa kanaa magaaladii ha la galo meel adag, bal ninku tooganaya oo ku shiishaya oo waxa aad tuurtana aanay gaaraynin oo meel qalcada ku jira khatar ah. waxaa dhacday magaaladii muslimiintii markay muddo dul fadhiyeen qabow, xilli qabow bay xilligan ahayd, xilliga qabowgan beref baa ka dhaca meeshaas. Gaajo iyo qabow iyo ciidankii muddo dagaal ku soo jiro tacabsan ay xaaladdu marayso, dagaalkii la galaaba ka kale ka adag yahay. 18 bilood baa la dul fadhiyey, 18 shahran, 18 bilood baa loo geli kari waayey oo la dul fadhiyey. muslimiintu markay noloshii iyo arrintii ku adkaatay, ayaa nin ciidamada ku jira oo nebigu sallallahu calayhi wasallam markuu noolaa ninkaa qiimihiisa oo hore uga hadlay oo ansaarta ka mid ahaa, sida xadiidka alimaamu tirmidi uu soo saaray xasanka ah, oo rasuulku waxaa ka mid ah xadiidku ku ammaanay ruba ashcatha aghbara dhi timrayni laa yu'bahu lahu low aqsama cala allahi la abarahu minhum albaraa ibnu malik alansaari. wuxuu nebigu sal alay wasalam badanaa mid basaas iyo busaaradii ka muuqato, dhi timrayni bimacnaa thawbayni qadiimayni, laba maro oo gaboobay oo qadiima xidhan, iskana busaaradsan oo iska basaasaysan, laa yu'bahu lahu, aan loo aaba yeelin, oo dadku aanay aada u dhuganayn, oo ah maaragtay ishu ka leexleexanayso, low aqsama cala allahi la abara, hadduu yidhaahdo wallaahi inay sidaa noqonayso ilaahay dhaartiisa waa u rumaynaya. miisaanka ninkaasi ilaahay agtii ku leeyahay, iyo su-aal la u jecel yahay. ragga ninkaas, ragga caynkaas waxaa ka midu nebigu yidhi albaraa ibnu malik alansaari, ninkaasa ka mid, markaasi xus wareedhe raggii rasuulku sheegay ee caynkaa ahaa, oo rasuulku yidhi xitaa hadday wax ku dhaartaan dhaarta ilaahay waa aqbalaya, waa u fulinaya, waa u rumaynaya. oo raggii nin ka mid a ciidanka ku jiree, war ninkii maynu nidhaahno ilaahay noo bari. muslimiintii waa u yimaadeen marka, hadalkoodii waa kana aan soo qoray, wuxuu leeyahay fatawajaha almuslimuuna ila albaraa ibnu malik, muslimiintii waxay u yimaadeen albaraa ibnu malik radia allahu canhu qaa'iliina lahu, iyagoo ku leh yaa baraa alaa taraa maa naxnu fiih, walbaraayow waxaana haysta miyaadan arkayna, 18 bilood baan waxaan taagannahay meel aada u adag arrintayada, aqsim calaa rabbik layahzimannahum lana, ilaahay ku dhaaro, rabbigaa ku dhaaro in ilaahay nimanka noo jebiyo, wallaahi kuwan ilaahay waa inoo jebinayaayo, waa ka adkaanaynaa, sidaa noogu dhaaro. albaraa ibn caasibo ayuu yidhi, markaasuu dhaartay, markaasuu ilaahay bariyey, baryadii ay ka codsadeen mid kalena isagaa ku darsaday oo isaga jeebkiisa ah. allah faqaala allaahuma ahzimhum lana, ilaahuw nimankaa noo jebi, wastashhidnii anigana ilaahuw shahaado isii, meeshaa shahaado ilaahuw igu sii. albidaaya waannihaaya mujaladka 19:9 ducadaasuu ku ducaystay, wafii aakhiri saacaati min alleyli albahiim, saacadihii dambe subax markuu duceeyey, habeenka saacadihii dambe ciidanka waa la isku dubariday, waa la diyaariyey, jihooyinku geli lahaa xilli salaadii subax taqriiban 2 saacadood ku dhowaad ka dhiman tahay, sida taariikhyahanadu tilmaamayaan, ayaa ciidankii lagu dhuftay meesha. bacda karrin wa farrin, waa lagu dhuftaa, waa la soo celiyaa, waa galaan, waa la soo celiyaa, waa ku wadeen. dakhala almuslimuuna alxisna, muslimiintii salaadii subax oo aan weli la gelin laakiin adinkeedu dhowdhow yahay
بي ودعدعين حسنكي وكبروا الله في وقت الفجر هل مر بي تكبير صدين وقت صلاة الصبح الله أكبر لهل مر يده هذه وأقبلت جيوش المسلمين على هذا الحسن العظيم مسلمين تي عيد مدو دي كل كسو دعدعي ويميد ماشي رقي دقالما يونم بجي صوتك عليه ودارت معركة عنيفة دقال أذك بمشي كدعي وبعد محنة وشدة كتب الله النصر مشكلة يا محنة أذك بعدي قوشي إلى المسلمين تواسي وفتحت مدينة تستر مقالة دي تسترنا والله فرطي وكان هذا النصر المبين بعد طلوع الشمس ومشي نصعد تقال كي واس سعودي أن من كي وحلا تشبيه أو رول كلا ديقول لقى قول يستيو نندقى قال له واي وحي محابيس اللي قبتين موياني قورما بعد طلوع الشمس مرك يقول راح دي عرف كلا صوب حضي هدو قو انت ثلاث وحن لمتك اللي واس سعود تقال كي بلقو جدا اللي وحا لقى لي ثلاث سبح كهر دوبا لقى لي تقال كي وحي لقى ان حريس تسو دكتو وليد معان وحا سو دكا ثلاث سبح مرك يسو جليسو اما اي سو قشو إلهي وحو سودا يا هو عافيمات قف كاستا او صلاة الصبح اسوا كلها ومساجد كسو ادا نعوداسي ودريميا هادو فيرسدو ونعو ان تشيرين هبنكي صلاة الصبح كدبن ما جيرتو خليغاس اي سو دعدا هو عافيمات وي وإلهي ودا يا قاي ددك مساجد كادا يا صلاة الصبح ما انت مركا لا باراي ادو يدا اقونتا ميل وعنبا لغا غاري خليغا هودا سو دعدا maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan hawada joogta xitaa la caafimaad ma aha yiraahdeen waa aad u cajab badan caafimaad ah ba soo dhacay leedii macaan oo qabow ba soo dhacay xilligaas dhaxanna ma aha waa neecaw macaan oo u bogays bar salaadan subax aynu eegnayna seexan saaka di allah inuu soo socoto hadii naftu gaadho muslimiintu waa guuleysteen salaadii subax qorraxdi markaas soo baxday walam yatamakkan almuslimuna من صلاة الصبح في هذه المعركة الطاحنة إلا بعد طلوع الشمس مسلمين تشان سميه لين بيني تكدان صلاة الصبح إلى قرح دي صبح انت هدان كدايو هون مزان والله قبطي مدينة اللي جاية تاريخ دير بيلا دايو هذا دي باب كسير دا كمتشري صلاة الصبح وحان رانيس كسو حير وقع هذا عظيم ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية مؤرخين تكال حتى يقولوا دوي الشيغين معركة داس أي صحابة دقالك كم مشغول صنايين أي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مركو صاح وسستوى أوي تشري أنتو فريستو رجع دقالك كتير إنك كم يدبوها الصبح دقال لمي وعكم إذا هذا الذي سي والله لقد ضيعت علينا صلاة الصبح والله لصلاة الصبح عندي خير من ألف فتح وفرس والله وحنا قد ضيعنا الصبح هذا جهاد بيكو جيرين قالوا مشركين اولي بلد قالميين ووقتي انتاس اودي كري وينو كسمو صلاه با كسو دالاتي ماركاس ايغو داوعيادودي له او ديدي ديغي يو داوعي يو وخي جيرو وميدكي يالو ايي قصرغا بنانكي صلاه الصبح كو اديمينو كو خيدين او كو توكدين صحابادو marku soo xusay intuu ooyo wuxuu oran jiray kun magaalo aanu furano subaxa salaada iga dayacantay iga cadaatay baa wallahi iga daran buu oran jiray waxa hada ay ku ay kaga ay xaan ku rahabsameena kama mashquuleena hurdaha damaha ogow wajihad fi sabilillah ay ku jiraan saasay ahay manzilada u joogtay anas ibn malik an soo qaato idha kan anas ibn malik radiyallahu anhu إذا تذكر فتح تستر بكى مركا وحصوصته دولانك تستر وكتر وأوي تري وحزن ومرغون تري وقال شهدت فتح تستر لن يرى عرب مركا وها وحن قوب شوقها دولانك تستر وذلك عند صلاة الفجر صلاة سبحنا وها فاشتغل الناس بالفتح وحيدتكم كم مشغول فرشري مقال ذا فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس ثلاث صبح ميتك إلى عد عيد صبح ذي فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم والله إن أنا نشعلين قيلك يسعس عسى أغتر ذا بضن
إن لا يسيء أو صلاة لا يجوب بدل إن أنا نشعله كده فرشة ما يلا فرتب لا إله إلا الله وسيكو أهايم صحابة رضوان الله عليهم صلاة صبحية قيمة هذا محاد إسويدين كرتا مرك وحد إسويدين يسوي نفط هذا حقية مركيبة ورنمان كا صلاة الصبح كهر دقال كقالي إيه دي قدريري إيه داو عن إيه قاركود قال دي أي لأي دي قودي كوداد سنية أو قاركود حمنا قوانيهين وداو عجي تميو الصلاة يا 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 يعني مؤمنين صلاة دو صبحة لغو دواقي هل مر بيك صبحين قصري صحابتي محاكم إذا مدل والدامين يو الله وضو داوعة أما لغوه قوانيهين باش يكون عضي عمامة دي سي الله وحر علوشة أما قعنت الله قدوبي فأذنوا صلاة بأدمين وصلوا وهم على كذا على ذلك يعني حال كذا يقول سائبي تكذي صلاة الصبح تتكع عين كاسة بالله عليكم إيا إنك بل كورها من قفك واقو أبريه يساقوا أنه بدقلي أنتو حالي عشيي سريرها كان دكو يري شندر ودي سيحدها دي كان يعبت شدو سفي عنو سيحضي أن صلاة الصبح أكعين أرورتي سوكعي سوكو عافي ماد قبا حنون قبين علاد هيسن وح مشكلة مشغول كله تيرين اسكا سوكعي برغدير لما الله بيه تمانك أما كودة سيحضي انتو سوشيال ميديا عاودن داوني وكوشري بالله بدا سيحضي مركاسو طوانك الصبح نما توسى يايو واسلقوا مية وقبي سنة يايو وعضيانا يايو صلاة وحاس وقرآن يايو هدو عسلي بردور كباب دوي هدو بان انتو كذي هدور كباب دوي دور كعاش أقلي دور كراعي هذا كان اللي جاي من كيت أنا لما جارين أما إنه حلي قالت كذا بس كدي عكرت محاذو ما لين يسامرك وصلاة إلهي كل دارت قرآنك والفجر صلاة الصبح بان كل دارت يبقى إلهي سبحانه وتعالى إلهي وح كل دارتنا وحسالا ما صلاة الصبح ما أكتهي إن إلهي أمري وجد هذا يا إلى لنت هذا سجارة مركو كور نمي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا في سورة الإسراء آية سديد تدباتني يا سديد صلاة أوب مركا عد عيد إلى طه إلى انتهى بينك لقى جاري وظهر يا عصر يا مغرب يا عشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح وحا قرآن لو قمك عابي قراءة لقو أخرنا يا بضن رسولك لحنا آيات إلى بغل بكو أخرين شري إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة الصبح إلهي قرآن بكمك عابي صلاة قرآن كالي إلهي مقعدة صلاة الصبح قرآن كبضن لقو أخريا ملائكة إيا ضدك ومدى الصبح حاضران وتكذان ويبا إلهي سبحانه وتعالى صلاة الصبح مؤكتهي ولال إنا يؤدقان طوه هدا تشمع كتكتت حالي أردن صلاة الليل ننتو كان يين أوليغة تموكته حديثك في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وعليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان مغلئ سقوله من صلى العشاء في جماعة صلاة عشاء قفك تشمع كتك ده فكأنما قام نصف الليل وعليه ميديا يهبينك كالبر قف صلاة عبادة أتاقنا ومن صلى الصبح في جماعة صلاة الصبح قفكي جمع كنت كذنا فكأنما صلى الليل كله هبينك أردن قف صلاة تاقنا بلمي ديب النبي عليه الصلاة والسلام مؤقتها صلاة الصبح أي فجر كأ نبي قيني عليه الصلاة والسلام إنه شيقي ضدك إلالية يوصو قوري محان كورا نور تام الله إنه صيني صباح ده حدا روان ثلاث ساعات مساج كوسو السعودية بروح حاجة هور هي نين أضيع ده دي سوا سجاشن شربان سلي ده جد عكاس وجري سك الصباح وسو وسيست ويور سعودا مرك ويجي نفس الضي ده حديث كم هو صور عي وسجاشن شري له بوك ده دي صوتك وكلب وربه بيا فديا ملا توش يربو إفتنايا بركاسة وحاير عدافين بل انتم مساجك تقيم ترتيبه سعنية حوليه سبحان الله
الحمد لله استغفر الله انت بسعد عد كهريسة يعد دبسعد ما مدر انسان والشيء التاك يدأذ وديابس إلهي أدومي سدد بقى كتير دبا كتير إلهي أدومي أن أدوية معنى الله لهين بقى كتير كده اللي يرادة يعرف ما تكغبين وإسكا هردة نكا سكاشن شركة يدأذ وحدون يا دوم بدون يسد مياه وحكا بغانا يك ما بغانا يسد مياه كما بقان اسمي سويدي نبي صلى الله عليه وسلم حديث قال الإمام الترمذي أبو داود صحيحة في صحيح الجامع الصغير شيخ الباني كوكيني حديث كرقم كيسو يا سدح كن سداد بقول صدن يا سدح بريدة رضي الله عنه الحديث كافيري هذه حديث كان قلبي قاقا قلو هم لما يسالات سبحانات اسكاسي حانيش محمد النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين وبشاره هو صعد كبدن في الظلم قد عرك صعنية إلى المساجد مساجد أصحنية بالنور التام نور لما يسترن إن أنسينا يا أبشاره يوم القيامة ما أنت قيامة إن أنسينا يا أبشاره ولا في رسالة وأغيسيس فوق العرش بإليك سوديبي النبي قال له سوديبي عليه الصلاة والسلام وبشارة قوة قورينية صلاة المغرب بالاميدة مقدقة سوسعونية صلاة عشاء بصوة قورينية مساجك إيمانية قد عركاس صلاة سوح بصوة قورينية وإيمانية نور تامة وبشارة الإمام المناوي كتاب كيسة فتح القدير مجلد كصدحات سبحانه صدح بقول لو بقول يكو وحليه نور تام يحيط بهم نور تام يحيط بهم من جميع جوانبهم على الصراط وفي رسالة ونور لما يسترن وكوبيا دنعكستا بويفينيا سرات كمركي مريا مكاسو صوبت إلهي كسي كورا وعيري لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل وحي أي كشة يكتين توران ترادا لقى حيث للرغية قد كلوكت لقي لي وحا أسعود كيسا قد عركا أسعوني لبتي أي كسعون أيين أيون ربد أي أما ين ربد إن أي لغين أيين مساج كيمان أيين نور كاسا إلهي سين دونا ضاع عادي سيسعدين مكاسو حقوق قبقية مناوي جوزوا بنور يضيء لهم يوم القيامة وحلوقوا أبال قدي إلي سيئا نور وإفتيمية ما لنت قيامة وإفتيمية صلاة الصبح مؤكتها يولالك مسلم كأهو قفك كده جنة إنو كقل يم مؤكتها نبي عليه الصلاة والسلام محوي حديثك صحيحة من صلى البردين لبدا قبقب وقفكي كده دخل الجنة جنة قل يا النبي عليه الصلاة والسلام والبردان هما العصر والفجر بردان كنا وعصرك يا صلاة ظهر ويا صلاة الصبح ويا صلاة الصبح مؤكتهي ولالك مسلم كأهو قفكي كده إلى هاي النار تأنو كبد بادين أيه وإلى ليه صلاة الصبح صلاة هكا ليس والله إلى لنا رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحة عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه عن أبيه رؤيبة قال سمعت رسول الله وعن مغلي رسولك يوله صلى الله عليه وسلم يقول إسغوله لن يلج النار نار مقليه أحد صلى قفت كذي قبل طلوع الشمس قل رحضوا انت صبح كهر وصلاة الصبح وقبل غروبها يا انت نيدع كهر وصلاة عصر يعني الفجر والعصر نمبا وحو كير هر بصراء مساجك مكاس فديا بصرو لها الله يدرك نمبا وحو كير هر فقال له رجل من أهل البصرة
نرهر بصراء باوحو كويري أنت سمعت هذا من رسول الله أذيغا ميا هذا الكه رسولك إلهي كم مقلي صلى الله عليه وسلم قال نعم هابي أنا كم مقلي قال الرجل ننكي وحو يري ونسحابي يا مركا ننك سؤاشي ويديني وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله والله وحان مرخاتي مركا أهي أنيقنا رسولك إن أن كم مقلي صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي وواعاه قلبي لبدي دقود نوي مقلين قلبي يقول واحة في ضي حديث كآت شيكتي مسلم باسو صار مؤكتهي ولالك مسلم كاهو صلاة الصبح قفكي تكذا مجنت إلهي إنو كتشرو إلهي مجنتي سقفكي كتشرنا وقف إلى شن فهو في ذمة الله سو مؤقت أمانة إلهي إنو سين يأمني الدنيا آخرة حديث كمسلم باو دليله رسولك يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح قفك صلاة الصبح تكذا فهو في ذمة الله إلهي بلنتي سيمجنتي سكتشرا مؤكتهي صلاة الصبحي ولالك مسلم كأهو دردارا كي نبي محمد وكدردار من سيقارة إنيتهي وصحابة دي سكولة دردار أبو درداء سيد حديث كطبراني في الكبير وكوري الباننا أوصح حسن كقدر لقى صحيحة الترهيب والترغيب حديث كرقم كيسو يأفر بغلط ضبية طبعا أبو درداء والحولية هي ننكي صحابي أبو درداء قيري دي كسو حاضرته يقول أبو درداء حين حضرته الوفاة مركي قيري دي كسو حاضرته والحولية أحدثكم حديثا وانتي لتشوكتي وروي حديث ما ندين شيئا سمعته من رسول الله رسولك إلهي أن كم مغلي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول وحان مغلي صغوله ومن استطاع منكم قفكي أوودو أو كرويد كمدا أن يشهد الصلاتين لبا صلاة دين حاضره أو شنت صلاة إلى لي لبا دانا كسي دادالو العشاء والصبح عشاء إلى صبح ولو حبوا قرقورت بها كوي مادي فليفعلها صمي يبيري رسولك عليه الصلاة والسلام مؤكته ولالك مسلم كأهو صلاة الصباح إن إلهي يقو ديي والنبي كور بحي عليه الصلاة والسلام قفكي كسيح ده قفكي سهشدا إنو صلاة تكذو في صحيح البخاري وحاكسه عن حديث كدير سمرة بن جندب رضي الله عنه كور رمي رسولك قوره هبينك إلا قوريسيي أي وحو ليه حديث كوحا كم إذا إنه أتاني الليلة آتياني هبينك حليها لبا إيمان يا إيمي وجبريل يا ملك له وقال لي انطلق ويك حيينون لبدا عدود انتي قبتين وريو صعو وإن انطلقت معهما أني هنا ورا عينو لصعودة وإنا أتينا على رجل مضجع وحانو أني مصدح ذي يدي يوض صعونا ننشيفة وإذا آخر قائم عليه بصخرة مسنين بعد دول تاجن ونجح وين لبذا قعمت صدا وجوها ينكا ورد دول تاجن وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه مرك ومدح يسنجح كسي دايو فيثلغ رأسه مدح يسوى بربريا مدح يسكب شاقنا يا ومدح بربريا جبي السبا فيتدهده الحجر نجي حبا دلندلونيا ها هنا هل كان دلندلونيا فيتبع الحجر فيأخذه انتو نجي حي كدبته وراعه أي صوقا دنيا فلا يرجع إليه نكي وماذا حد نجي حكب شاقيي كسو نقن مايو حتى يصح رأسه إلى مدحي سيئو بكسديو ليس كسو عليي وكسو نقضه كما كان سيدوها انت نجي حكب فن ثم يعود عليه وكعلنا يا فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى وعكس ما ين يا سيدي مرك وركوس ما يأو ما ذحبك أنت أرجع جحيما وحنيري فقلت لهما سبحان الله ما هذا سبحان الله وكلمة عجبه وفهمك عند تعجب مرك وحلي يا أبو أيال اللي يرى هذا السنته سبحان الله وما حل بدن قفنا نشيفه لن نجح مدحك جبر برينا
قال جبريل وحيري فإنه الرجل كامد حلقو لقى حلقك بشاقين يلا بربرين أيو وننك يأخذ القرآن قرآن كي قاطي وبرتي فيرفض فيرفضه ومركا قرآن كي توري وديدي أكو عبادي سيجي سيو أخرين تي سيو لصاحبي دي سيو كدقا كي سيو وينام عن الصلاة المكتوبة صلاة فرلك أنا كسيحنا صبح ظهر عصر مغرب ما يسكهر دا شغل بابك سماء صلاة كسيحنا عذاب القبر قاسى النبي وشيغي صلوات الله وسلامه عليه إنه قف كاسي كل عدونا ما انت قيامه ما أكتهي صلاة السوح مركا اللي جاي مادو لبدا ركعادو دي السنة اهي كهر ريا أدون كان ما انت إنا دوخيي يعني أركينو يوحد إحيا لأوضن وأنا دين تكوشيري دين يدون يلابي كالاتا دين تكسا الدنيا ده يوحي دحيا لو دنيا لبدا ركعادوت صلاة الصبح لتكادو كهرتيد سنها اياك خير بدن رسول قرى كعدك وواد فاتحد كذب قل يا ايها الكافرون بو انت بدن اخرين شري ركعاد لبات فاتحد كذبنا قل هو ركعاد لبات فاتحد كذبنا قل هو الله احد بو اخرين شري النبي صلى الله عليه وسلم مركاس وحي حديث مسلم ركعة الفجر لبدا ركعادود صلاة الصبح مركي دلتول تكده سنها خير من الدنيا أدونك واك خير بديهين وما فيها يدني ذا واحد حيال صلاة الصبح والله قاموس سنه كهرية لبدا ركعادودها بل لقو يري الدنيا ذا واحد حيال وك خير بديهين صلاة الصبح مركي قرب أدونك لما مشيكي كرو واحد كود حجرو خيرا واحد لقو ورمي كرو أو لقياسي كرو خير كذا معها ما هدين لقو يري الدنيا ذني واحد دحيا لبا لبدا ركع عضود الصبح كهو الرئي كفل لبنان صلاة الصبح هذا الملئ يضو إلهي مباقران أبال كذا إيا فضل كذا إيا أجر كذا إلهي مباقران حساب سنتهي والله قام مسوين كأي وين تدرت يتبع لقو وشيك نحاض ملئين يساقفك انتو قري يسي توصي صلاة الصبح كهر انتو قعي ويسيست عضي ذي ويسيست حمامك قال لك صباح عضي ذي ويسيست وحن صلاة الليلة كذي دعيستو وردي مريه سيحي كبيه سيقش ذي مساجدك أسو جهيست حقو أسعودا ما قناعسي أسعودا ومايا ما إسلام ربينو سوق قرصد أسعودا ومايا هدو ريرك الليلة ما بهدي كلو كسعودا حافدو دي ومايا حقيا كسعودا في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم إلهي المساجد يسوق صعدة حلقة أصو قلب قاتل قف كاسي أرهن أدون بكم أصو صعدة في بيوت أذن الله أن ترفع قريو إلهي إدمي وفسحي إن لكريرو عباده يا دين يا عمل يا خير ويذكر فيها اسمه مقعي سنة لوحو صو مساجد وقفك أصو قورين قف كاسي محاد ملين مركة ربك بريتم حولك المدونة إلهي أكتي سبحانه وتعالى سعد كيسي قلكي بأمر خاتي كعية نجحي قرور حي عيدي وكدل السعودي بأمر خاتي كعية لوجيسي بأمر خاتي كعية هبين كأو قروني أمر خاتي كعية ملائكة سعطاء أمر خاتي كعية تلابوين كيسا أودن حسلوني ديسا قرشيه سو كسعود أودن بأمر خاتي نقنطونا بل حديث كان لقيسو الإمام الطبراني بأم كبير كوري منذر ابن المنذرين ترغيب وترهيب كوكين وحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا قفك ويسيست اقل كيسي اما ماشي كوهي دي كوسو ويسيست ثم اتى المسجد طبيعتنا مساجد كي ما دا صلاه الصبح كهر فصلى ركعتين لبرك عدوت كذا قبل الفجر صلاه الصبح كهر والله بدي صلاه كوري سنها ثم جلس كذب نفريسته ورديه قرآن أخرستا وأما محنك روح علمي دقيستا علمي دا علمي أخرستا وخير أنصمية حتى يصلي الفجر إلى صلاة سبحنا تكذو كتبت صلاته صلاة سوى القرية يومئذ مال كاس وصدا يلي في صلاة الأبرار تتكبار رياشة صلاة تكذان ديوان كاللوقرة لقرية وكتب في وفد الرحمن إلهي وفد جيسة رحمانك
ayaa lagu qorayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam. Ilaa dadka muuminiinta ah maalinta qiyaama iyagoo wafdi ah bay ilaahay u tegi doonaan, mujrimiintana iyagoo la jiidayaa la geyn doonaa jahannama. Wafdiga ilaahay baa lagu dari doonaa maalinta yowmil qiyaama. Waxa weeyaan waa salaada subax iyo qiimaha ay leedahay. Ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walowlaa fadlullaahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abada. Qofkii la waafajiyo oo ilaahayba haleeshiyey oo dhaqan ay u tahay inuu salaada subax masaajid ka yimaado oo soo guurayo jamciisa ku tukado, maaha raganimo adiga kugu jirta, maaha adiga raganimo kugu jirta, ilaahay baa ku waafajiyey subxaana wa tacaala. Imisaa kula mid oo kaa badan oo kaa caafimaad badan oo iska